الذهب كغيره من المنتجات له مواسم معينة يزداد فيها الطلب عليه، وتتفاوت أيضا نسبة الإقبال على الذهب التقليدي الثقيل والذهب العصري الخفيف. نحن اليوم متواجدون بسوق الذهب بباب البحريني، نأخذكم معنا هذه المرة في جولة مع المستهلك البحريني لنتعرف على نمطه الشرائي. ذهب الفقير أحسن، وخاصة مع المال الأول أحبه واجد، لأنه يعطي للمرأة يعني خاصة البحرينية يعطيها طابع عن البحرين. وثانيا أنا ما أدري، ما أحب الشيء الخفيف صراحة. الشيء الخفيف أحسه يعني كأنه مو ذهب علي. تو نحن أقول له خاطري في سويرة البنك وخاصة مباها فقيلة يعني، وقال لا ما يصير، لازم إحنا نسوي شيء خفيف عشان الناس تشتري. قلت له أنت سوي فقيل عشان إحنا بعد نرغب. أنا أحب أشتري حزة إنه يكون الذهب نازل، وخصوصا إذا كان يعني شكل عود بس الوزن يكون خفيف، أفضل يعني حق المستهلك إذا يشتري، وأوفر له طبعا من ناحية المبلغ. هو ميكس بين اللي إذا يصممون الماركات وبين اللي إذا يصممون التراديشنال القديم، ويكون شكله يعني يكون زاهي أكثر شيء، إنه تكون فيه لمعة مع الفصوص وشي. يعني أحب الذهب بكل بكل أنواعه، أحب الثقيل أحب الخفيف، لكل نوعية مناسبة معينة. يعني الثقيل راح ألبسه مثلا بأعراس بجلوات بمناسبات، والخفيف حق ديلي بيسز. وقت اللي أشتري أمانة يعني مو شرط أنطر ينزل الذهب، إذا عندي بوجت معينة أو ميزانية معينة ما أنطر الذهب ينزل، ما أصرف البيزة دايركت ذهب. أفضل الذهب الناعم وأستخدمه في المناسبات، يعني بس في المناسبات أحب ألبس الذهب عادة. إيه إذا ينخفض أجي يعني أشوف الشيء المناسب حقي.